انتحر عليها ابن ادم الحصين. نبيع لحمي باش نجيب ما نكمل. الله ما دامونك الله ما دامونك راجي تشوف الشباب كامل مدمر. اتجه فريق موقع قناة الدار إلى منطقة تدعى غابة البينيا بجبل درصة، والتي تعتبر إحدى نقاط البيع السوداء لمخدري الهيروين. مقابر ومنازل مهجورة اتخذها مدمن الهيروين بتطوان أوكارا لتعاطي هذا المخدر بعيدا عن الأعين في ظروف مأساوية. الهيروين أو الغبرة الكحلة مخدر يعرف رواجا قويا شمال المغرب، تحديدا مدينة تطوان. وكاين اللي كيكميها كيخليها في ليبرا، كاين اللي كيخليها في ليبرا، وكاين اللي كيكميها عن طريق الكاذب بلاطة. نبلي ب2000 اخاي كنبغيو زعما نتعالجو هيدايا، كنمشيو للمركز اخاي حتى واحد ما كيساعدنا اخاي، ومليت هاد الحياه هادي الحبيبة اخاي فهمتي، مكرهناش نقطعو هاد البلية هادي، كنصبروش اللي ساعدنا اخاي فهمتي، انا مكرهناش حتى حنا نكونو بالوليدات وخدامين بالسعد ديالنا بكلشي ديالنا، ولكن اخاي ترزينا بهاد البلية هادي اخاي. بالنسبة لمدينة تطوان كباقي مدن الشمال كتعرف واحد الظاهرة ديال تعاطي المخدرات القوية الكوكايين والهيروين، هاد الظاهرة هادي كتنمى بشكل كبير في مدن الشمال كما سبق الإشارة، اللي كيتم التهريب ديالها عبر مراكز الحدود، وهنا في تطوان المصالح الأمنية كتوضع خطط عمل وكتقوم بعمليات أمنية جادة لمحاربة هاد الظاهرة. نحن الآن وسط مدينة تطوان، صادفنا في طريقنا شابتين في عقدهن الثاني مستعدتين لفعل أي أمر من أجل اقتناء كمية قليلة من مخدر الهيروين. نبداو من الدراري وهادي بقاو عليا البلية مزيونه وهادي فهمتي كيقول لي جربيها فهمت، بقيت هذاك تتبليت بها اليوم هذاك يعطيني غدا هذاك يعطيني، بقيت وليت كنمشي ندبرها وكنجيبها لراسي. ساعة كنمشي لمرتي هيدايا كنمشي تما مع داك الدكتور وهادي كنمشي عند المحسنين كيدبروا عليا باش كنحط ربي، ساعة كنبقى حتى الصباح وهادي كنبقى في الشتا وبرودة حتى الصباح وهادي والشتا كتصب عليا وهادي باش كنجيب هاديك الكلية ديالي. نبيع لحمي باش نجيب ما نكمل، ما عندي ما نعمل، ما كايناش شي خدمة اللي تقدر تصبر فيها دايما باش دايما اللي غادير منا ولا، وكنطلبوا الله يعفو علينا وصافي. الحياة ما سلك ياك، رابت أنا واحد صاحبتي من الدار وما قلت شي أنا رابين صفة نهائية، وعودت للرينكوم وخدمت تما وتعرفت على واحد الشخص اللي وأداني بيا. هذا السيد ويني كان أصليا كيبيع باش تأديت بيا أنا، وقع لي معاه مشكل حبلت منه وصافي، وما بقيت شي كنخرج من الدار حيت كنت كنجبر قدامي وكل شي قدامي، ما مني هو شبر ومشى للحبس صافي، ما بقى لي ما نعمل، ما خرجنا انا بزاف الحوايج باش نجيب راجلي هو اللي بلي الدار ما نزيدش كدير لي النهار دعوا بين الله.
داك يعطيني الغبره كيدهن لي بالكارو داك يعطيني داك غاد الومنيوم دسوقت كنعرف داك يخدم لي بالشوت حتى تثبت فيها. بالنسبه لمدينه تطوان النقط السوداء اللي كتعرفها هاد الظاهره ديال انتشار المخدرات القويه اخص بالذكر حي الاشاره الباربورين سي البروري وخاصه الغابه ديال بينيا. الغابه ديال بينيا كتحد ولايه ام تطوان ومع نفوذ ديال الدرك. سابقا المروجين كانوا كيعتمدوا على اشخاص راشدين وبالغين في العمليه ديال الترويج. حنا كنكيسهل لنا العمليه ديال التشخيص ديال الهويات ديالهم وبالتالي الايقاف ديالهم وتقديمهم للعداله. في الاونه الاخرى فطنوا هاد المروجين هادو لواحد الى ما اقول لواحد المعطى اللي هو استغلال القاصرين مباشره في عمليه الترويج. فملي كيجي الشخص وكنكون محتو معاه كيبقى يقول لك بالي واحد الشخص العمر ديالو حوالي 14 15 سنه. هنا كتصعب العمليه ديال التشخيص وبالتالي الايقاف ديالهم. شخص قاصر طفل هنا ماشي عبثا جاو وخدموا هاد القاصرين ولكن الاستفاده ديالهم من القضيه ديال العقوبات لان القاصر كيحظى بواحد المعامله خاصه وبواحد بواحد المعامله خاصه في العقوبات وبالتالي القاصر الفو كيتقدم للعداله راه ما كياخذش هذيك العقوبه اللي هذا وبالتالي كيخرج وكيعاود النشاط ديالو جديد مع ذاك المروج. تبليس في المؤسسة تبليس في الحبس الصومال هنايا أول دخلة تخط من الحبس جبرت الغاب أكثر من الماكلة. إدمان الهيروين بات منتشرا بين مختلف الفئات العمرية وكذا بعض الجنسيات المقيمة بتطوان. نتكلموا على الإحصائي من ناحية الإدمان على مثلا الهيروين تقريبا ما كيف إقليم تطوان ما كيتجاوز 1000 شخص 1000 واحد مدمن على الهيروين كيتجاوز شي تقريبا هذه هي الإحصائيات الأخيرة اللي عندنا. ولكن كاين إدمان على أشياء أخرى وهذا المركز هذا ديالنا اللي عندنا في تطوان كيستقبلهم كذلك باش كيساعدهم الإقلاع على الإدمان بهذه المواد الأخرى اللي هي مغير الهيروين والكوكايين. كنمشيو للمركز دابا هادي 4 سنين باش متزنمنا باش يساعدونا وما كاين حتى شي حاجة من هادشي هذا خايب فهمتي. حنا دابا هادي 37 سنة في العمر 20 سنة كاملة مشات الدبلية مكرهناش اللي يعاوننا على الدبلية هادي فهمتي كيفاش كنعانيو بزاف عرفتي والدراري كاملة كتعاني من هادشي هذايا فهمتي كيفاش يعني مكرهناش شي حاجة هادشي هذا هو الطلب ديالنا حنايا مكرهناش الدواء شي حاجة أيضا بعدو من هادشي هذايا. الهيروين قتلتنا ما عارفينش هادشي هذا من ماشي كيكونوا مجموعه ديال المخدرين الصغار اللي كيكونوا خدامين لفائده هاد المروجين هادو يعني كيخبروا هاد العناصر هادي باي تحرك ديال العناصر ديال الشرطه سواء العناصر المدنيه او غيرها. فالمعيقات الكبيره هو داك المخبرين اللي كيكونوا منتشرين على مستوى حي الاشاره يعني اي محاوله من حتى الصعود للغابه كيكون ديجا وصل الميساج للمروجين. Je passe plus le temps à chercher de l'argent juste parce qu'il veut fumer de la drogue. La vie, c'est pas une ville, c'est pas une vie qu'on emmène comme ça. Moi, je vais décider de laisser. Je suis arrivé pour chercher le liquide pour m'a donné, mais on renvoie toujours pour prendre le liquide. C'est pas normal. S'il vous plaît, celui qui me coupe, faites quelque chose pour les jeunes. Pardon, ça ne va pas. Les jeunes veulent franchement quitter de cette merde, de cette folie. Parce que ce n'est pas une vie, ça. الادويه البديله لهذا المرضى ما كايناش. كاين مركز واحد وللاسف ايضا انه لا يستوعب العدد الكبير لهذا المرضى الذي يقدر بالمئات. طبعا رغم الحملات الامنيه الكثيفه اللي والمجهودات الامنيه اللي كتعمل للحد من انتشار وتوزيع المخدرات الا ان القرب من مدن اخرى مثل طنجه جعلها الظاهره بقى كترتفع بشكل يعني متتالي. راه دمرت الحياه ديالي دمرت اللي كان عندي كامل مشى لي ما بقيت كنسوى حتى شي حاجه. مشاكل مع عائلتي جراو عليا رونوني والبلية هادي راه رونتني في الحياه ديالي. شوف غير حالتي نعطيكم الاخبار والمجتمع كامل مدمر وهادي هي كدرا بشحال وحنا مزمين باش نعملوا ميطادونا والو مشي واجي كيعطيوها لما ما بغاو. اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر اجي وكتب والشباب كامل مدمر كلشي مطيح كنطلعوا للغابه صفاري من التمين كدا هو كيتعداو عليك ما عندنا ما نعملو ما خصنا حتى شي حاجه حنايا ما هادشي هذا خصنا غير نقطعو هاد الدبليه. خصنا المساعده من عندكم والمعاونه عاونونا والله يجعل البركه فيكم واللي كيسمعني واللي ما كيسمعنيش الله يرحم الوالدين ديالكم عاونونا على هادشي هذا. راه مدمرين بالنساء بكلشي بالعائلات بكلشي راه الشباب كامل مدمر اخوتي
الله يرحم الوالد ما كنتمنى منكم والو. راه انا عائلتي كاملين كارهيني على هاد الشيء هذا. والله يهدينا وحنا خصكم تعملوا لنا شي حل لهاد الشباب والنساء والرجال وكل شيء. راني مزوج وعندي جد العيال ما خدمت تبع غير الهيروين. كنوصل لربعه د العشيه كنسرق كنسعى كنعمل كل شيء باش نمشي نكمل الهيروين. وتعمل جمعية الأمل بتطوان منذ سنوات على تقديم الدعم والترافع من أجل الدفاع عن حق المدمنين في الاستفادة من العلاج. في الجمعية نحاول قدر الإمكان تقديم الدعم الهدفي أو الترافع من أجل حقه في العلاج ومن أجل حقه في المواطنة الكاملة حالهم حال أي مرضى أمراض أخرى. ايضا هناك التعامل الدائم مع هذه الشريحه اللي كما قلت كتقدر بالمئات. يعني ملي كنهضروا على تطوان كنهضروا على رقم كبير جدا وخاصه المتعاطي او مستهلكي ماده الهيروين اللي كنعرف انتشار كبير رغم المجهودات الامنيه اللي كتبذل. وكاحصائيات على هذه التدخلات الامنيه الناجحه ديال مدينه تطوان يكفي نقول انه منذ منتصف السنه الفارطه الى غايه اليوم نقدر نقول بانه تقدموا العداله قرابه 200 شخص من المروجين الكبار والصغار ديال مخدرات القويه تصنيف فيها الهيروين والكوكايين. وتم حجز ازيد من 4000 لفافه ديال المخدرات القويه تم حجزها. كذلك تم حجز منذ منتصف السنه الماضيه حجز اكثر من 700 غرام ديال مخدر الكوكايين وتم تقديم هاد الاشخاص المتورطين للعداله. كنطلب حق كنكون في الشكل كنسبق ولادي هما اللي ماكلوا ديك الساعه كنبقى نتقاتل مع نفسي حتى كنجيب الكليه ديالي وخصني ربي يحل لي يسمع مني من بعد ما الكليه هادي وتحيه بمشي بلد الخير ربي سيدي ربي ومن بعد هاد الكليه وربي وليداتي وكسر اللي عندي جد كره وبنيته. الله يجيبنا شي محسنين اللي يديروا فينا الخير ومن بعدهم من هاد الكليه. انا شفت حنا كنكونوا عايشين بحالنا بحال الناس في ديورهم وهادي حنا يدمرنا بزاف وهادي عايشين في الزنقه وهادي ما كرهناش هيدا هي الدواء وهادي باش الناس تساعدونا باش نقاطعوا هاد الكليه هادي. الادمان هو ناتج لواحد مجموعه العوامل. باش نتغلبوا عليه خاص تضافر الجهود واحد العدد كبير ديال المتدخلين ماشي وزاره الصحه والعطاء. هذا من جهه. من جهه اخرى واحد الاشكال اللي يعني كنلاحظوا حنايا اللي كان مثلا اللي كنعالجوا المدمن خاص واحد المرحله اخرى ديال اعاده الادماج ديالو خاص المجتمع باش يكون اقلاع كامل على ذاك الماده المدمن عليها. الحربه الطاهره هذه والاجتثاث ديالها. اللي نبغي نقول هنايا هو انه المقاربه الامنيه بوحدها ما كافياش باش نتغلبوا على الطاهره. ضرورة تشارك الكل، جمعيات المجتمع المدني، وسائل الإعلام، مؤسسات ديال المجتمع المدني بشكل عام، كيبقى تعاون ديال المجتمع المدني محتشم إلى ما أقول قليل وقليل بزاف، فعناصر الشرطة بوحدهم ما كافيش أنهم يحاربوا هذه الظاهرة، كما قلت لك نظرا لأنه كما كنحاولوا حنا نحاربوا هذه الظاهرة. هذوك المروجين الكبار كيستغلوا قاصرين كيستعملوا كمخبرين في اي لحظه بغات الشرطه تبارتهم في عين المكان الا بغيت نوصلهم لعين. ويظل شبح المخدرات الهاجس الذي يشغل بال السلطات وكذا ساكنة تطوان وسط امل ان تصبح المدينه خاليه من هذا السم الذي يهدد مستقبل أسر وعائلات عديدة.